السلام عليكم، الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. تويكا ليش 56 دقيقه نقابلوا اليوم في الابيزود 4 في بالي 4 من جيمنج من كابو زوال جوج مكثروا عليها السيريات. المهم تويكا باش نمشي ناخذ ليلات دونك نتصور اللوكال هذا ثالث نهار نمشي له، خاطر مشيت له مرتين، مشيت له مره مع 8 نتاع الليل لقيته مسكر حتى انا من مجنون، بعد مشيت له قلت مبكر شويه مشيت الخمسة 6 لقيته كيف كيف مسكر. دونك تويكا باش نمشي له مع الوقت هذا دونك سي سور يخدم، باش نمشي له القيت هذا وان شاء الله نلقاو محلول. دونك نتقابلوا غاديكا نحاول نصور بالتليفون، يمشي معايا بابا نحاول نصور بالتليفون بابا شويه حاجات ووريكم كيفاش خديتهم، وبعد كي نوصل هون نعاودوا نتقابلوا. دونك سي هذو ما دونك البيت انا البيت ستريب هذيا هم بنسيب هذو ماما مش حتى كنت تسمع فيها تربرش احس في الحانوت اما هذو ماما زيدا فهمنا ماما هذو مكة عجبوني رحلة ممكن نستعملهم كضويت معنا في الستوديو. هذه صغيرة مش ناخد منها كعبة نجربها، كان عجبوني نولي ناخد زوز من هذا من الكبار هكذا. هذا هو الدريد تو نشوفوا بعد شنو باش ناخذ اكزاكتوم. باهي الاولاد تويكا كملنا 20 ليله نمشي تويكا نروح للدار، ما عرفتش كان باش نشري حاجه اخرى اما الاكثريه كان شنو باش نعمل دونك نكمل نروح للدار وبعد نشوف باش نعمل. دونك لحظه نحل لكم هذا هما الاولاد فوالا دونك عندنا هذا برك هذوما هكا الليد ستريب هذايا الترانسفو نتاعها وهذايا اللي نبدلو بيه فيه الكوموند وفيه الكل. تو كي نوصل للدار نوريهولكم دوك نروح للدار وبعد نتقابلو ان شاء الله. اوكي لحظة هذا برك نكمل روحنا اوف وصلنا احترمك. اوه السلام كملنا روحنا من معناتها ساي كنت خرجت من الليلة من الحانوت بتاع الليلات معناتها اللي يبيع الضو كان مش حانوت بتاع الليلات ويبيع كل شيء. دونك روحت هويكا للدار كنت في بالي باش نروح ناخو الريدو اللي كنت معاهم شنطة كونتر بلاكي اما باش نردو قلت ريدو برا خاطر كونتر بلاكي باش يطيرنا الزون هكايا جملة على الدار دونك يكون ريدو يكون براتيك اكثر ومزيان. دونك انا باش نجرب باش ناخذ ريدو في البلون يكون حتى كي يضربوا عليه الليلات يولي فيه منظر مزيان برشا وكيف كيف باش ناخذ تويكم مش للسقم الليلات لحظه نوريكم اما الليلات مينش للسقم خاطر لحظه نوريكم ريتو بيرو هذايا هكا بيرو هكايا هكايا قديم ياسر كيما تشوفوا فيه وديجا منظرو ماهوش بروفيسيونيل جمله. دونك قلت باش الطاوله هذه هكايا هي سايبه راهي الطاوله هكايا قلت نركب لها معناها سقين وهكاك معناها معناتها المنظر يكون ازين برشا معناها هوني هكا في عوض هكا البيرو يولي سقين معناها سقين نتاع طاوله وهكاك يكون فيها منظر مزيان يبداو سقين في الارجون ولا في النوار والطاوله كما قلت لكم نلصق لها بابي بان في النوار ولا في الفيبر دو كربون كي نقيد ما عرفتش كان نلقى في سوق الصايب ياسر ممكن في تونس العاصمه اما ما عنديش وقت برجوليها باش نطلع العاصمه باش نمشي على خاطر بابي بان ممكن انا الاكثريه باش نطلع العاصمه عندي ايامات غادي بحدا من عمي اما ممكن نطلع بيريود البنزاي معناها باش نمشي ليفينمون ولا حاجه ونحوش شويه غاديكا اما مش على خاطر بابي بان اما كان لقيت ناش نشري ان توكا انا تويكا باش ماش ممكن نروح للبلاد بعد معناها معناتها ماضي معناتها سويعة اخرى ولا سويعتين نروح للبلاد نمشي نشوف ريدو كبير لازمني ناخذ جعبه 3 متر و10 باش نركبها هكا غادي فوق 3 متر و10 بالضبط قصتها امس دونك لازمني الجعبه تكون طولها 3 متر و11 هكاك باش تركب في الاساس ولازمني الريدو هكاك الطول نتاعو زاد في 3 متر باش يغطي لي معناها المنظر بكله غاديكا
يولي منظر بروفيسيونيل اكثر معناها يولي عندي باك جراوند ورا البي سي وليله هذه يبداو يضربوا عليه وكل شيء يبدا مليك. دونك باش نوريكم شنو شريت بالضبط. فوالا هذوما هكا عن بعض الكرسي شويه عندنا هذوما هكا ليلاد وخذيت السبوت هذه هكا في بالي تعمل 35 باقي قصت عليها كاميرا كيما قلت لكم عندنا هذايا هكا سومو في بالي 30,000 هكاك جربته غاديكا بالحق الضوء نتاعو قوي معناها تشوف منظرو ماهوش شكل لو قوي برشا معناها اما بالحق ضوء قوي نخمم تو نعملو دي اي واي معناها كيما عمل ويتش قبل نحاول هكا نعمل دي اي واي مزيان ندهن وكل شوفش في منظر واذا كان دبرت دي سوفت بوكس كان قيتهم في صفاقس نشريهم مبارك باش يقعدوا لي معناتها للمستقبل حتى كي نشري ليا معناها دي ليد اقوى يقعدوا لي يعاونوني في الفيديو خاطر عندي مشكله كبيره انا ما نجمش نصور بريسك جمله في الليل خاطر الكاليتي تبدا تعبه دونك كي ناخذ لايتس هكا نجم نعمل شوتس مزيانين برشا ونجم نخدم الكاليتي اللي نحب عليها. دونك توي كنوريكم لي ليد ليد ستريف نعملو انبوكسينغ عندنا لحظة برك عن هذي ال RGB controller ولا حاجة هكا يتسمى. دونك هذي هوني تركب ال strip وفي هذي ال IR blaster الانفراروج اللي يلقط ال command عن هذي اخرج فوق ما نجمش نصور هكا استنى لحظة لحظة هكا يا اخي نصور. دونك عنا هذه الكوموند هكايا دونك شوف هذوما هذا شدله بالمقلوب انا احنا بالك كي تشوفوا فيها اون برينسيپ هكا باهي عنا هكا ايكم الالوان نتاعها و ايضا لي زيفي فهمتني هذوما هكا اكيد كوموند المهم كوموند مزيانه معناها بازيك برشا عنا هذو هذه ترانسفورم تاعو ميم با زايد حتى نحلو أنا تنحلو لكم أنا باش تشوفوه هذا الترانسفو خديتو دو كاليتي بالعاني باش ليلاد يدومو دونك كاليتي نتاعو مزيانة برشا وعندنا هذوما ليلاد دقيقة برك فوالا 5 مترو خديتهم دي ليد ار جي بي وكل دونك طايرين ياسر وان شاء الله يدوموا برا. انا صرفت هذايا بريس كلف لي 65 ولا 70 اما عندهم راهو الكاليتي نتاع 45 و 50 خديت كاليتي اعز كاليتي عندهم في ليلاد خاطر قالوا لي يدوموا قالوا لي مركبينه في قهاوي معروفين عندنا هوني في ساقس عندنا دوناتيلو عندنا فاكتوري عن لا فيستا هذوما عند دي سالون دو تي ودي ريستورون معروفين قالوا لي مركبين منهم عندهم يجي تويك 4 على 5 شهور وامورهم مريقله معناها دونك ان شاء الله يدوموا هذاك اللي نتمناه دونك تو نمشي تويك نحاول كيفاش نركبه لكم وانا مش نلصقهم كما قلت لكم خاطر باش نطلع السقين ضد الطاوله وباش نركب البابي بان قبل دونك قبل ما نلصق ليلاد باش نزيد باش نطلع جعب نتاع يعني عادي فيهم الخيوط ما تسالونيش علاش نعمل هذا كل خاطر نحب نخدم حاجه تقعد لي معناها حاجه معاش سيت اب معناتها معاش مسو بيريود 6 7 شهور ان شاء الله كان احيانا ربي ما يتمسش يقعد كيما هو. دونك نمشي نحاول كيفاش نركبه لكم نوريكم لي زافي نتاعو كاو خاطر جوست في الجعبه برا منش باي. دونك الاولاد لحظه باش نحاول نركبه دقيقه برك نوريكم كيفاش يركب لحظه العكس باي. دونك عندنا هذه كيما قلت لكم لاير بلاستر انا هادو هذه وين باش تركب ليد ستريب هكا وين تلقط الكره نتاع معناتها السينيال نتاع الكوموند وانا هذه الترانسفور قلت لكم عليه وهذا بريس كورا وبعد نركبهم في الليل. دونك رجع فوكس كيما كان ونمشي نركبهم دقيقه برك. ولا تشوفوا فيها دونك لحظة نطلعها شوية
Voilà. Commande. Donc, nous voyons le bokeh. Wow. Donc, هذه لا هكا طايره دوك عندنا هذه الكوموند نبدلو كولور لحظه برك نرجعها كما كانت وين الكوموند وين الكوموند تخدم ولا لا لا لحظة what the fail voilà donc هكي تويك ودات كولور يوني هكي في الروج هذا نوريكم هذا فير هذا بلو هذايا اورانجي ما جا اصفر ما جاناش هذايا بلو فيولي اخضر موف دونك بريسك لي كولور مش برشا نحطوه في الروج دونك هذي بصفة عامة باش يكون ديما في السيت اب انا هذايا فلاش افي فلاش هكا يقعدو يتبدلو خلينا نكتشف فيهم مع بعض معاكم انا هذايا يقوى ويضعف في بالي هكا breathing في بالي هكا نجموش نعملو breathing هكا breathing في الروج زه كان هكا في الوايت هكا وهذا كروما مانعرفش شو يتسمى اصلا رينبو ولا فيها كيك في بالي وانا هذا يبدل لي كولور الكل كالعادة دونك هذا مو مالي زفي بصفة عامة نتصور روحي ديما باش نحطو هكا في الروج اما ممكن في لي فيديو كي نحب نبدل دونك نبدل اري بلون كل الفازات هذاك مو مالي دونك لحظة برك رجعوها على الاخر ونرجعو فوكيس كيما كان فوالا دونك هذوما اللي شريتهم هيك هي اللمبوبة تو جربتها زادة باهية مش خايبة ضوها قوي لدرجة انها بريسك قوة البروجيكتور اللي كان عندي مش بقوته اما قوية بالباهية عجبتني على الاخر دونك نحاول كيفاش نزيد نشري منهم نشري ثلاث كعبات اخرين ونحطهم في سوفت بوكس وكل الكاليتي متاع اللايتينج تولي انظف برشا وازين ديجا تو قاعد نصب في ميزاجور متاع لور المهم تويك شوف قديش عندي عرق قديش طاقت ان توكا ان شاء الله عجبكم الفيديو ان شاء الله عجبكم انا الفكره نتاع السيت اب دو ان شاء الله باش يتبدل برشا باش يولي عالم اخر ديجا وصيت على دي بوستير وتمشي نطبعهم حصيلوا برشا جو جاي وحضروا روحكم برك ان شاء الله نتقابلوا المره الجايه في كابوز وورلد ايبيزود 5 ولا 6 حتى ما نعرفش هي 4 ولا 5 En tout cas, ça l'a fait comme vidéo, ça te plaît, ciao.